بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، النهاردة أنا سمعت خبر مفاجئ لأبعد حد، إن أنت بقالك تقريبا حوالي 70 يوم على الامتحانات. مش عارف دي حسبة مظبوطة ولا لأ، لأن أنا ضعيف في الرياضيات، ولكن الطبيعي إن الامتحانات اقتربت. شهر رمضان طبعا بعد مباشرة هيقول لك أنت بقالك 60 يوم يا ابني وأنت امتحن ثانوية عامة، فصحصح كده الله يكرمك، ذاكر الله يبارك لك عشان ربنا يسترها معاك. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده حابب ابداه كده بتين شعر كده افتكرتهم وانا بعمل في الفيديو وانا بثبت في الكاميرا. والله الشعر كان بيقول لك: اذا ما كنت في امر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. كده كده يا ابني السنه هتعدي عليك، الشهرين الباقيين دول هيعدوا عليك، سواء انت كنت بتذاكر او كنت مأنتخ، وكلاكما هيجي يوم النتيجة، هيجي له يوم اسمه يوم النتيجة، وكلاكما هيستلم ورقة كده فيها النتيجة، وكلاكما هيكون له درجات، بس اكيد شتان الفرق بينكما. يعني عم الحاج اللي بيذاكر طول السنه انت هتفرح ان شاء الله في الاخر، اوعدك ان ربنا سبحانه وتعالى لن يتخلى عنك. عم الحاج اللي مقضيها في ميه البطيخ زي ما قلنا قبل كده هتفضل في ميه البطيخ لما هتتزحلق وتتكسر رقبتك. خلي عندك دم، ذاكر يا عم الحاج، الامتحانات اقتربت وربنا يسترها معاك كده وتصحى لنفسك. النهارده اقسم بالله انا كنت في قمه الارهاق، بس ما حبيتش ان انا يعني اختم اليوم غير لما اعمل لكم فيديو، لان كل يوم برجع متاخر، ف قلت لا مش هينفع كده، اتاخرت عليك وانا عارف وانا اسف، بس ان شاء الله رب العالمين هنجز شويه في الكتاب اكتر من كده، لان لما سمعت الخبر ده اتخضيت، خبر ان الامتحانات اقتربت بغباء كده يعني. ان شاء الله رب العالمين الفيديو ده النهارده هنزل لك فيه كلمات الوحده الرابعه والخامسه كامله، غير ما احنا عملنا قبل كده، هنزل كلمات الرابعه والخامسه مره واحده والقواعد مره واحده. طيب الفيديو اللي بعد كده يبقى النهارده هناخد الكلمات الرابعه والخامسه، الفيديو اللي بعده ان شاء الله هحاول اعمله بكره، يعني هيكون قواعد الرابعه والخامسه كامله في فيديو واحد. الفيديو اللي بعدهم بقى هحل لك اسئله قصه، ثلاث فصول قصه مره واحده من كتاب المعاصر برضه، هحلهم معاك بحيث افهمك تجاوب ازاي، لان البسيط الموضوع بسيط ابعد ما يكون. وبعدها هنعمل برضه فيديو من المهارات، يعني فيديو من كذا حته كده. اتمنى زي الشطور كده تذاكر. الفت انتباهك ان تحت في الوصف انا جمعت قوائم التشغيل المهمه عشان تبص عليها، القوائم دي فيها حاجات كنوز، لو انت سمعتها هتلاقي ان في اسئله كتير جدا جدا انت كنت بتسال نفسك الاسئله دي، ان شاء الله هتلاقيها مجابه ومفصله. مش هوصيك طبعا يعني تعمل لايك للفيديو اكيد، يعني الطلب السخيف اللي ما بحبش اطلبه يعني، بس مش عارف ليه بطلبه اللي من دول بغباء كده، بس انا عارف انت اكيد حاسس بيه. هتعمل لايك للفيديو زي الشطور كده، وتشترك في القناه ويتعرف زمايلك على القناه، وتاخد البلاي ليست او اي حاجه من القناه وتنشرها في قنوات اليوتيوب او التليجرام الثانيه، يعني اكيد مش اليوتيوب، وتعملها حالا على الواتساب، خليك كده كيوت ودبدوب وادعمني زي ما انا بدعمك. نلتقي، يلا يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الاولاني بيقول لي: unless a new note is found. found يا برنس معناها كالتالي، ركز لي كده الله يكرمك. اول حاجه كده عايزك تعرف ان كلمه find يعني يجد، الماضي منها found، والباست بارتيسيبل برضه منها found. خلينا نكتبهم، مش هنعمل شرط عشان نفصل الموضوع. عندك كلمه found بقى دي فعل مضارع، الماضي منها كمان اسمه found did، والباست بارتيسيبل منها برضو اسمه founded. الفرق بين الاثنين دول فين؟ ان كلمه find معناها يجد، يجد شيئا كان مفقود مثلا، لكن found معناها يؤسس او يبني. وعايزك تعرف ان found دي بتساوي كلمه establish اللي معناها يؤسس او يبني، ودي كانت في كتاب ماي فريند في اول وحده تاني ذكرناها مره واثنين وثلاثه، يعني عندك establish وعندك erect وعندك كمان بتساوي set up. الناس دي كده بيساوي بعضهم بمعنى يؤسس. حلو الكلام ده بقى، قدامي دي found مين فيهم؟ ما دام بتديني فيرب تو بي والباست بارتيسيبل فاكيد التصريف التالت من كلمه فايند اللي هي دي، فايند فاوند فاوند اكيد يعني. ما هو دي لو معناها يؤسس كان قال لك از فاوندد. لو بقول لك لولا او لو ما فيش يعني ايه جديد وجد للتحكم في الترافيك، بالمناسبه ترافيك دي اسم لا يعد. لو انت ملخبط في قاعده الاسماء المعدوده وغير معدوده، اعمل حسابك ان في فيديوهات على اليوتيوب على القناه يخرب بيت الابداع، والله لازم تسمعها، مهمه جدا. المهم طيب فانا عايزك تعرف الترافيك كده المر. وي ويل نيفر فايند ا سولوشن، سوف لن نجد حلا لي، اسمها سولوشن تو. كلمه سولوشن دي برضو معناها محلول، شوجر سولوشن محلول السكر كده يعني. ذا ديليما، ذا ديليما بيقول لك ان احنا لو لم نجد اي جديد لحل مشكله المرور فده هيفضل مشكله طارئه عندنا. كريكولم دي معناها منهج، المنهج الدراسي. ريسبكت يحترم واحترام. ابروتش يعني اسلوب او نمط. التيتيود معناها ارتفاع، خد بالك دي غير اتيتيود اللي انت حافظها اللي معناها راي او ميل واتجاه وكده. ابروتش دي يا عم الحاج بنستخدمها حاجتين اتنين، بنستخدمها كفعل وبنستخدمها بنستخدمها كفعل كفعل بمعنى يدنو من، يقترب من، وبنستخدمها كاسم بمعنى طريقه او اسلوب. هي في الجمله هنا معناها ايه؟ معناها طريقه، يعني هنا بتساوي كلمه ميثود اللي معناها الطريقه او تكنيك تقنيه. I think we will find a life on other not، اعتقد ان احنا هنجد حياه على الايه الاخرى؟ بلانتس النباتات، بلينز الطائرات، بلانز الخطط، بلانتس الكواكب. I am afraid
I'm afraid هنا مش معناها خايف، I'm afraid معناها آسف، يؤسفني يعني. He has come at not time. أنا يؤسفني إن هو جاء في وقت convenient، مناسب. ما هو لما وقت مناسب أنت ليه بتتأسف؟ inconvenient يعني غير مناسب، comfortable مريح، uncomfortable يعني غير مريح. إذن يؤسفني أنه جاء في وقت غير مناسب. الجملة الرابعة، the injured player، اللاعب المصاب. injured دي معناها مصاب، صفة. needs a knot to operate on his knee، محتاج إيه عشان يعمل له عملية في رجله يعني أو ركبته؟ تعالى نشوف. treatment دي معناها علاج ومعناها معاملة. surgeon ده الجراح، الدكتور يعني. surgery جراحة، دي أخت مين اللي خدناها قبل كده؟ operation اللي معناها عملية بالظبط. surgical دي معناها جراحي بصفة. لو قلنا surgical operation معناها عملية جراحية، ارجع تاني كده، اللاعب المصاب يحتاج جراح لكي يجري له عملية جراحية. بمناسبة عملية جراحية، أنت عارف إن إحنا ممكن نقول do أو perform أو perform أو carry carry out an operation. ده مين يا عم؟ ده يجري عملية جراحية، ده كله كده معناها يجري عملية جراحية لمريض. ده مين اللي بيعمل كده حضرتك؟ ده أكيد اللي بيعمل كده هو الدكتور. يبقى إحنا كده ممكن هنا نكتب دكتور، حلو؟ طيب إحنا بقى بنقول المريض، المريض have أو has طبعًا an operation، يعني يتعمل له عملية جراحية، يتعمل له عملية جراحية. طيب عندك بقى حاجة كمان اسمها operate on، معناها يجري عملية جراحية لشخص. ده معناها ان هو مين؟ اللي هو الدكتور. حلو الكلام ده بالنسبة لموضوع اوبريت. طيب اوبريت برضو معناها يشغل بالمناسبة. ارجع تاني كده بقول لك this player's knee، المريض ده ركبته needs a knot operation، محتاج عملية اكيد جراحية. لسه كنا بنحكي surgical operation عملية جراحية، surgeries اللي هي الجراحات او العمليات، surgeon الجراح، speaker ده المتحدث ومعناها السماعة. this player اللاعب ده needs a knot to be done on his knee، اللاعب ده محتاج عملية تجرى له في ركبته. سبيكر متحدث، سيرجن الجراح، سيرجري العملية الجراحية، سيرجيكال جراحي وبعدها اسم عشان دي صفة. This runner holds the world knot for long distance races، العداء ده بيحمل الايه العالمي، اكيد الورلد ريكورد اللي هو الرقم القياسي العالمي. ابروتش معناها اسلوب وطريقة ومعناها يدنو من، دراج معناها علاج ومعناها مخدرات، سنسور ده الحساس. بمناسبة ريكورد عايزك تعرف كده كل اللي علاقة بريكورد كالتالي. عندك ممكن تقول break the record، دي معناها يحطم الرقم القياسي. حلو، خد بالك بنقول break. طب لو انت قلت لي smash the record كده حضرتك تبقى دي اسمها هبدة، غلط، اوعى تعملها. ما هو بريك يكسر ويحطم، وسماش يكسر ويحطم، لا، بس المصطلح اسمه بريك ذا ريكورد، معناها يحطم او يتعدى الرقم القياسي. طيب امال ايه مس ذا ريكورد؟ دي احنا بنسميها يفشل في تسجيل رقم قياسي. حلو الكلام، ارجع تاني كده واحده بواحده عشان تعرف بس ان الموضوع محتاج منك تركيز. I had not on my broken leg، انا عملت ايه لركبتي؟ والله يا باشا انت قدامك حاجه من اتنين، يا اما تقول I had an operation يعني عمليه جراحيه، an operation، يا اما تقول I had a surgery. مين فيهم في الاختيارات؟ operation معاك في الاختيارات اهي، implement يعني تطبيق، اوعى تنسى implement يعني تطبيق، بتساوي كلمة لو هي امبلاي يعني يطبق، هتساوي ابلاي يطبق، وهتساوي كمان كاري اوت يطبق او ينفذ، وميشن ده الحذف، وبروسيس اللي هي العملية الاجرائية. The aging may be slow but it still gets nearer، بقول لك ان عملية الشيخوخة دي عملية طبيعية وبطيئة، يبقى بروسيس. خد بالك كانت كلمة aging جت في امتحان ثانوية عامة قبل كده زي ما اتفقنا، كان بيقول لك التقدم في العمر عملية طبيعية، aging is a natural process، كانت جاية انجليزي او عربي مش فاكر، بس المهم كانت aging دي موجودة. The 20th century was marked by not in all fields، القرن العشرين، خد بالك انت قلت 20 لازم تقول 20s، ما ينفعش طيب يا مستر نقول the 20 century، لا ما ينفعش يا عم الحاج. طب ليه؟ اصلك ما بتقولش القرن عشرين، انت بتقول القرن العشرين، فده عدد ترتيبي. لو انت مثلا في جملة بتقول ايه مثلا على سبيل المثال، منى came not in the exam، ركز في الكلام ده اصل هو اهم من منهجك نفسه. منى came first اللي هي الاولى يعني، ولا one؟ لا انت بتقول جاءت في المركز واحد ولا الاول؟ الاول يبقى first. طيب ارجع كده تاني، بقول لك ان القرن العشرين يعني was marked by يعني كان معروف بنقط في كل مجالات العلوم وكده، خد بالك فيلد يعني مجال، وساينس اللي هو العلم والعلوم، تكنولوجي طبعا تكنولوجيا. طيب تعالى نشوف، يونيفرس اللي هو الكون،
انوفيشن الابتكار، انيشيتيف اللي هي معناها مبادره، خليني اعمل لك كده بقلم بارز شويه، معناها مبادره، وبروسيس اللي هي العمليه. فانت بتقول القرن العشرين كان معروف بال ايه في كل المجالات؟ اكيد بالابتكار او الابداع اللي هو انوفيشن. طيب قلب لي الصفحه، في هنا حاجه عماله ذهني رايح جاي عليها مش عارف اعديها بصراحه، هقولها لك مش هستخسرها فيك لان عارفك انت راجل محترم. بص معايا، موضوع ايج دي، ايج دي قصتها كالتالي. رقم واحد، عندك ايديوم اسمه ات ذا ايج اوف، يعني معناها في عمر. عندك ايديوم تاني اسمه ان ذا ايج اوف، دي معناها في عهد. طب رقم ثلاثة، عندك حاجة اسمها between، ودي جت في امتحان ثانوية أزهرية قبل كده، between the age of كذا and كذا، يعني بين عمر كذا وكذا. على سبيل المثال أقول لك مثلا at the age of 33، في عمر 33 هو عمل كذا أو هيعمل كذا لو هي مستقبل. in the age of مبارك، في عهد الرئيس مبارك. طب between the age of 30 and 35، بين عمر ال 30 وال 35، خد بالك من دي. طيب في حاجة عندنا اسمها age ده مستر، عارفها؟ اه عارفها. دي بتساوي مين بقى؟ دي بتساوي at the age of. على فكرة ممكن نستخدم بدل، يعني أنت ممكن تقول at the age of أو aged، أو ممكن كمان حتة تالتة كده تقول لي when he was. عايز أقول لك في عمر ال 70 يبقى aged 70، when he was 70 أو at the age of 70. طيب رقم كام بعد كده يا عم الحاج؟ خلصنا دي خلاص. ادخل على اللي بعدها رقم 11. ان اي از سام وان هو ترافلز، اللي بيسافر، اند وركس وبيشتغل، اون سبيس شيب، اللي بيسافر ده رائد الفضاء على طول وانت مغمض عينك، استرونومر ده اللي هو عالم الفلك، اوبريشن عمليه، واركولوجيست عالم الاثار، ساينتست يوجوالي نوت اون مايس، العلماء دايما بيجروا تجاربهم على الفئران، اكسبيرمنت، الطالب الخربوش بيتنبأ بالاجابه قبل ما يبص على الاختيارات، سراوند دي معناها يحيط. طب اميرس يعني يغمر ايده في شيء معين او ينغمس في حاجه ومركز جدا. عمال تنادي على عمر مش ما بردش عليك، اصل هو اميرسد ان ريدنج، يعني مستغرق في القراءه. ابروتش قلنا 100 مره وهنقول تاني، يصل ونمط، معناها يصل او يقترب من، او معناها نمط او اسلوب. لو معناها نمط فهي هتساوي كلمه ميثود، اسلوب او طريقه يعني. طب لو معناها يدنو من فهتساوي جيت كلوزر او كم كلوزر. We don't know whether the new policy is successful. احنا مش عارفين اذا كانت السياسه الجديده دي ناجحه or not ولا لا. Unless actually، الا بعد ما تطبق اكيد. Implemented، على فكره كان ممكن نستخدم هنا applied او carried out، الا بعد ما تطبق. Advanced معناها متقدم. Immersed معناها مستغرق. Intended معناها نوى. Not is a scientist who studies planets، اللي بيدرس. بص ساعتها بيقول لك بيدرس، تروح انت خاطف له الاسترونومر جاري. طب اللي بيسافر الفضاء اسمه استرونوت على طول. البروسيس عمليه، وابروتش يدنو من، واسلوب انت زهقت. It is better if not. بص بقى عشان في اتنين هنا بيتر انا عايزك تركز فيهم عشان انت بتغرق فيهم دايما مش عارف ليه. الاولاني حضرتك اسمه it is better for شخص to والمصدر. حلو. الحاجة التانية انك تقول لي يو او اي او اي ضمير فاعل يعني هاد بيتر، وده حضرتك بنجيب بعدها الفعل في المصدر والله من غير تو. بمعنى لما اقول لك مثلا من الافضل لك ان تذاكر ويخلي عندك دم عشان الامتحانات، يقول لك بقى يو هاد بيتر ستادي هارد، انت المفروض تذاكر. بدل من دي انا ممكن اقول لك ات از بيتر، من الافضل فور لسيادتك، يبقى فور ايه بقى؟ فور يو. وبعدين في الحته دي بقى هنروح قايلين تو ونجيب المصدر اللي هو مين؟ اللي هو study. يبقى it's better for you to study. حلو. طيب اوعى تنسى ان had better نفيها اسمه had better not، كده مظبوطة وزي الفل. عارف انت لو قلت لي hadn't better دي كده ايه؟ غلط غلط. وخلينا اجيب لك القلم الاحمر كده واكتب لك جنبها دي هاب، ده اوعى تعملها. طيب ارجع تاني كده وكمل. الراجل في رقم 15 بيقول لك it is better if you not beans، انك تعمل ايه في الفول؟ والله يا باشا كان في كلمه كده معناها يغمر، لو انت بتحل معايا في ماي فريند، اللي هي كانت كلمه سوق يعني يغمر، انت اكيد فاكرها. اختها الثانيه اسمها اميرس، ادي اميرس يا باشا. A product is not when it is new, different and better than the product that existed before. بيقول لك المنتج بيكون ايه؟ لما المنتج ده يكون جديد ومختلف وافضل من المنتجات السابقه. Illustrated دي معناها موضح بالصور، مشروح بالصور. سيرجيكال معناها جراحي. طب انكونفينينت يعني غير مناسب، لكن انوفيتيف معناها مبدع او مبتكر. When something is not it is made in large quantities، بينتج بكميات كبيره، وان شيب برايسز، يبقى الشيء ده ماس بروديوسد. رقم سي، ماس بروديوسد دي ادجكتيف معناها منتج بكثافه. طب ماس برود يوس
ده فعل بمعنى ينتج بكثافه. طب ماس برودكشن ده الاسم. الاستريت اللي قلناها مشروح او موضح بالصور، سراوندد يعني محاط، وانكونفينينت غير مناسب. ان ويدنج بارتيز في حفلات الزفاف، جاينت نوت ار يوزد. الايه العملاقه بتستخدم؟ سبيكرز اكيد سماعات، ليه ما نقرفش جيراننا؟ سبيكرز يعني سماعات كبيره بتستخدم. كل ده قلناه قبل كده. ذيس تايب يعني هذا النوع من السماعات بروديوس بينتج بلانتس كواكب، سراوند ساوند اللي هو الصوت الدائري ده المحيط، انوفيشن الابتكار، وماس برودكشن الانتاج الكثيف. زيز نوت، استنى كده، ما هو اصلا ما دام قال لي زيز فانا قلت لك اطلعي بره عشان انت مفرد، لسه كلهم جمع، انا ارتحت من اختيار بذكائي عشان زيز اسم جمع. بقول لك ميجر ذا ريسبونس، بتقيس استجابه different parts of your brain، استجابه اعضاء دماغك يعني للضوضاء، يعني اكيد الحساسات. ادفانس اللي هو مظاهر التقدم او التقدم، سولار سيستم اللي هو النظام الشمسي، عندنا سولار سيستم نظام شمسي، سولار بانل الواح شمسيه. ذا سان از، خد بالك سان لازم تجيب قبلها ذا، لان ده اسم فريد. يعني ايه اسم فريد؟ ما فيش منه غير واحده بس. انت عارف الاسماء الفريده، الاسماء اللي ما فيش منها الا واحد، او التي نعتبرها واحد بالرغم انها مش واحد، بتاخد معاها ذا. على سبيل المثال انت بتقول ذا صن الشمس، بتقول ذا مون القمر. طب بالنسبه لايرث عندنا اراضين سبع، بس احنا بنقول ذا، اصلك انت عايش على الارض مش على الاراضين، وتقول ذا سكاي مع ان هم سبع سماوات بس احنا بنعتبرهم واحده، فبنقول ذا سكاي السماء. بقول لك بص كده، شايف النجوم اللي في السماء مش في السماوات. ذا صن ذا سنتر اوف، الشمس هي مركز السولار سيستم، النظام الشمسي اكيد. ايشيو معناها قضيه، وعدد من جريده، سنسور حساس، وسبيس كرافت مركبه فضائيه. ناسا لانشد، ناسا اطلقت ايه؟ توورد ذا مون، ناحيه القمر، اكيد اطلقت سبيس كرافت مركبه فضائيه. اللي كان راكب فيها كان مين؟ كان اسمه استرونوت. وي لوك فورورد تو، بعدها اي ان جي دايما لو فعل يعني. طب ما هو مفيش اي ان جي، ما هو عشان ده مش فعل يا عم الحاج، ما تركز بقى. وي لوك فورورد تو ا مور سيريس نوت اوف ذا سبجكت، احنا محتاجين ايه جاد للموضوع ده. اكيوراسي اللي هي معناها دقه، اوبريشن معناها عمليه، تريتمنت يعني علاج، ويونيفرسال هو الكون، فاحنا محتاجين علاج لهذا الموضوع لهذا الامر. طيب رقم 24، It is a good feeling to find yourself not by your relatives. شعور جميل انك انت تلاقي نفسك ايه؟ باقاربك واصدقائك عندما تحتاجهم. النوفيت المبتكر، surrounded يعني محاط ب recorded معناها تم تسجيله، ودراجد معناها تم حقنه او تم تطعيمه مثلا وكده يعني. طيب something that is not is beautiful in dramatic and eye catching way. eye catching يعني جذاب، على فكره ممكن نستخدم بدل eye catching دي نقولها catchy، جذاب برضو. الشيء الايه معناها ان هو بيشدك كده ويخليك تنتبه له. mass produced معناها منتج بكثافه وبسعر رخيص. surgical جراحي. inconvenient يعني غير مناسب. طب spectacular معناها الشيء المميز او الجذاب الجميل. spectacular دي اخت مين؟ اخت remarkable، اخت noticeable، اخت distinguished وdistinctive، الحاجات دي كلها. we believe that the whole scene and unseen not was created by Allah. نحن ندرك بأن الإيه المرئي والغير المرئي خلقه الله تعالى، أكيد universal كون. بس خد بالك في من universe كلمة اسمها universal اللي معناها كوني أو شامل، بتساوي كلمة comprehensive اللي برضه معناها شامل. record يعني سجل، وplanet يعني كوكب، وspace craft مركبة فضائية. take this not only under your physician's supervision. أمال إيه physicians دي يا حاج؟ هقول لك أنا قصتها، بص استنى كده، تعالى كده نكتبها جنبها، لا خلينا نكتبها جنب تحتها وخلاص. بص معايا، انت عندك اول حاجه كده اسمها في زي شان، دي دكتور، دي معناها الطبيب، خصوصا دكتور البطنه. طب في زي كل، دي عايزه بعدها اسم بمعنى فيزيائي. طيب في زي كست، ده فيزيائي برضو بس مقصود بها عالم الفيزياء. طيب امال ايه في زيكس؟ دي مجال او علم الفيزياء. اخويا بيدرس الفيزيكس في الجامعه، اصل هو عايز يبقى فيزيسيست ان شاء الله. طيب هو بيدرس الفيزيكال وورلد، العالم الفيزيائي. طب الدكتور اسمه فيزيشن. طيب المهم الراجل هنا في الجمله دي بقى بيقول لك ايه يا حاج؟ بيقول لك تيك ذس، خد هذا الايه، اندر يور فيزيشن سوبرفيجن، تحت اشراف دكتورك. سيرجري العمليه الجراحيه، سبيكر سماعه، اكسبيرمنت تجربه، ولا دراج هذا الدواء، اكيد الدواء. تراديشنالي نوت، traditionally طبعا ده ظرف بنسميه adverb of sentence. colorful clothes الملابس الزاهية are not in funeral، بتكون ايه في الجنازة، ما تلبس ليش لون الاحمر وانت رايح الجنازة، برضه خلي عندك دم، فالملابس دي inconvenient يعني غير مناسبة. independent لسه اول مرة تظهر معانا، معناها مستقل. independent of، بص انت حافظ اكيد من الوحدة التانية لما الوحدة التالتة والرابعة، عندك ايه
عندك كلمة اسمها depend on، يعتمد على، اللي بتساوي rely on اللي معناها يعتمد على، اللي بتساوي كمان count on اللي معناها يعتمد على. ولو انت بتحل في كتاب A1 هتلاقي معاك عندك كمان bank on، الناس دي كلهم معناهم يعتمد على، ده فاعل. عندك كلمة بقى اسمها dependent on معناها اعتمادي على او معتمدا على، الناس دي كده يا باشا صفة. عندك كمان كلمة اسمها independent of معناها مستقل عن، وعندك independence of لا from اللي معناها ايه بقى؟ الاستقلال عن الكولونيال وور مثلا رول اللي هو الحكم الاستعماري، الاستقلال عنه بقى، فتروح انت قايل independence from. ارجع كده حل الجملة بقى يا مستر بطل هبت. بص يا باشا 29 بيقول لك don't not broken electric wires or you will risk your life، اوعى تعمل ايه في السلك الكهرباء اللي متعري ده والا هتخاطر بحياتك. expect يتوقع، announce يعلن، approach يعني يدنو من او يقترب من. هنا بقى دي بتساوي كلمة get closer او get nearer او come closer و come nearer، لا تدنو من، attend يعني يحضر ومعناها يرافق. طيب when نمسح دي كده عشان بس نركز مع نفسنا كده، شيل دي كده، ما تشيلش دي كلها، شيل دي كده. بص يا باشا عندك كده بيقول لك when will he not to the invitation، متى هو سوف ايه للدعوة؟ اكيد replay يعني يعيد تشغيل، لما تكون بتلعب اي فيديو جيم كده وعايز تعيدها تاني فاسمها replay. طب delay يعني يؤجل، بتساوي كلمة postpone اللي معناها يؤجل، بس انا قلت لك على postpone قبل كده، قلت لك postpone دي verb بس، طب delay noun بمعنى تأجيل وverb بمعنى يؤجل. طب replace يعني يستبدل او يحل محل، اكيد replay يعني reply يعني يرد على. على فكرة كان ممكن نستخدم هنا respond to عادي، تاكل مكانها وزي الفل وجميلة. it is easy for a man of routine، بيقول لك من السهل للانسان اللي عنده روتين to be not easily ان هو ايه بسهولة. طيب monitor يعني يدار او يتم التحكم فيه، ومنها monitor اللي هي الشاشة طبعا اكيد دي، وطبعا معناها كمان يراقب، على فكره يراقب. بيقول لك من السهل للانسان اللي ماشي بالروتين ده ان هو يراقب بسهوله، اصلك انت عارف انه بيصحى الصبح الساعه 7 فمش هتيجي تقف قدام بيتهم الساعه 6، هو بيصحى 7 وبيروح المدرسه ويرجع من المدرسه على الحديقه، فطبيعي هتروح له على المدرسه والحديقه، فالموضوع سهل وبسيط. طيب طبعا سو انت صفه تالت من كلمه سو اللي معناها يخيط، وسيرش يعني يبحث، وكوست يعني يكلف. ليكويدز ار نوت ان كوبيك ميتر، السوائل بتقاس بالمتر المكعب، يقاس اللي هي اسمها ميجر، خد بالك ميجر يعني يقيس. ادابت يتكيف وبعدها حرف الجر تو، لو هنجيب اي ان جي بعدها لو فعل. ذا تريبس بروجرام برنامج الرحله، فيزيتنج ذا نايل ميوزيوم، بص يا باشا النايل ميوزيوم ده اللي هو متحف النيل، بيقول لك ان البرنامج بتاع الرحله بيضم بيشتمل على بيحتوي، يبقى انفولفد. خد بالك ان كلمه انفولفد دي معناها يحتوي على، وممكن نستخدمها بمعنى immersed بمعنى مندمج فيه او مستغرق فيه. طبعا جيت انفولفد يعني كمان، حتى جيت انفولفد معناها يتورط فيه. انهابيتد معناها سكنه، انتروديوسد معناها قدمه، انتربتد معناها قاطعه. nothing not for everyone everything has an end، لا شيء يدوم للناس، كل حاجه لها نهايه يا ابني. lastes اللي معناها يدوم او يستمر. measure يقيس، evolve يتطور، involve يشتمل. evolve منها evolution theory النظريه التطوريه بتاعت داروين اللاسع. the knot of this chopper is made of wood، الايه بتاعت الشاطور ده اللي هو الساطور السكينه يعني مصنوع من الخشب، اكيد اليد اللي اسمها هاندل، ما هو هاندل دي حضرتك انت واخدها كفعل بمعنى يتعامل مع. لما اقول لك they handled the problem badly، تعاملوا مع المشكله بشكل سيء. طب هاندل هنا في الحوار ده جايه بمعنى يد، والهاندل اللي هي مقبض اليد بتاعت الباب مثلا. ليكويد يعني سائل، ايشيو قضيه او عدد في جريده، ايشيو 7 العدد السابع، اكيوراسي اللي هي الدقه. طيب 36 ماي اولد شوب المحل القديم هاز نوت انتو ذيس لارج سوبر ماركت، بقول لك المحل القديم بتاع الصغير ده فاكره تطور لسوبر ماركت كبير، يبقى ايفولفد او ديفولفد. ايدنتيفاي تعرف على، لاست استمر، انفولفد تورط معناها اشتمل ومعناها ايه اندمج او استغرق في شيء. try to not from the facilities that educational academy offers، ولك حاول ايه من التسهيلات اللي الاكاديميه بتقدمها لك. involve يعني يشتمل يتضمن، adapt يتكيف بعدها to و ing identify يتعرف على، لكن benefit يعني يستفيد. وخد بالك انا هنا عايزك تاخد ملحوظه بقى، تاخد بالك من ملحوظه كده، اعرف يا فندم ان كلمه benefit ده كده كناون، كفيرب
بيجي بعدها حرف الجر from. طيب كناون بيجي بعدها حرف الجر of، بمعنى benefit from معناها يستفيد، يستفيد من. طب benefit of معناها فائدة لي. لما أقول لك مثلا a benefit of technology مثلا، فائدة من فوائد التكنولوجيا. لكن ممكن أقول لك we all benefit from تكنولوجي، يعني نحن جميعا نستفيد من التكنولوجيا. وخد بالك كمان، ضيف لمعلوماتك الخلبوصة ان بنفت ده معناها فائدة بنكية، لما تجيب بنك قرض من البنك بفائدة بنكية فاسمه بنفت. طيب هو مستر انت قلت لي بنفت بيجي بعدها فروم، فروم لو هي فعل بمعنى يستفيد من. طب ما تيجي نختبر شوف انت فاهم ولا حافظ كده يا عم المستر. بقول لك تراي تو نوت فروم، يبقى دي فعل. طب ما تيجي نشوف كده، حاول ان فائده من ولا تستفيد من؟ اكيد تستفيد من. ام لاكي تو نوت ذيس كور اكسيدنت، انا محظوظ ان انا سرفايف، يعني ان انا انجو من هذه الحادثه. ذيس رول، هذا هذه القاعده او القانون هاز نو براكتيكال نوت ان ذا كرنت كيس، هذه القضيه ليس هذه هذا القانون ليس له ايه عملي في القضيه بتاعتنا، ليس له تطبيق عملي. طيب اب يا فندم معناها تطبيق، وابلكيشن معناها تطبيق. طب ناخدهم الاثنين يعني ولا ايه؟ لا، ما انت اكيد انت خربوش وفاهم، واكيد انت عارف انا هكتب ايه. كلمه برنامج اللي هي تطبيق بمعنى برنامج، يعني هنا حاجه من اثنين، اقول اب صح واقول عليها اب ليكيشن حلوه وزي الفل، اقول عليها بروجرام، بس البي مش كده، احنا كده بنهبد، اقول عليها بروجرام، بروجرام صح، اقول عليها كمان سوفت وير برضه صح. صح، طلعوا كله معناهم برنامج، تطبيق بمعنى برنامج. لكن تطبيق اللي معناها استخدام هنا ابلكيشن فقط، ابلكيشن فقط لا غير. وكان ممكن نقول امبليمنتيشن زي ما انت عارف كده. طيب الراجل بيتكلم على ايه بقى هنا؟ بيقول لك تطبيق القانون، اكيد يبقى اب دي بره اللعبه، اكيد ابلكيشن بس اللي صح. ادفيرت يعني اعلان. He quickly not working as night watchman، هو بسرعة تكيف مع العمل، يبقى adapted to. اوعى تلخبطها مع adopt ومع adapt، خد بالك عشان ما تعجنش الدنيا في بعضها. adopt دي معناها يتبنى، اخت مين؟ اخت immerse، يتبنى عندك. لكن adapt دي معناها المهارة والبراعة والكفاءة. طيب ادخل بقى على رقم 41. I have downloaded some، انا حملت من الانترنت بعض البرامج. يبقى برامج هتبقى apps و applications يعني A and B. The advances in communication technology is remarkable، بقول لك التقدم في مجال التكنولوجيا ده أصبح شيء ملحوظ. advance من هو هيسألني على advance، هسألك أنا على remarkable. remarkable ملحوظ بتساوي مين؟ noticeable اللي معناها ملحوظ برضو. advance التقدم هنا عبارة عن إيه؟ بقول لك التقدم، يبقى دي اسم نون يا باشا. each person donated a knot of 500 pounds to help the poor family، كل واحد تبرع ب 500 جنيه تقريبا، متوسط 500 جنيه يبقى average. كيو دي اللي هو الطابور، الناس اللي واقفه ورا بعضهم. our interfering old neighbor، جارنا الكبير في السن اللي بيتدخل في حياتنا كل يوم ده، is always not، هو دايما شخص ايه؟ عايز يعرف ايه اللي بيحصل كل يوم في بيتنا، يبقى curious او nosy او inquisitive، الثلاثه معناهم ايه؟ فضولي. complicated معقد، practical عملي، روبو بيرد اللي هو الطائر الروبوت يعني. طيب this is a difficult situation، ده موقف صعب، which needs to be محتاج ان هو ايه؟ بعناية، اكيد يتعامل معه handled، قلناها فوق. exist يعني يتواجد. some smartphones are cheap but most cost much، في الجملة دي كلمة cost يكلف، دي كده عبارة عن ايه؟ عن verb، يكلف verb، يبقى تاخدها. لكن لما تقول لي the cost of mobiles هنا كده بقت noun. طيب ادخل بعد كده على رقم 47. ذا فيلم هاز بيكتشرسك يعني خلاب زي اتراكتيف. ذات امبريسز، ذات امبريس ذا ايز اوف فيورز، الفيلم ده فيه ايه؟ خلابه بتجذب انتباهنا كلنا. طب فيجوالز معناها مؤثرات بصريه، فيفورتس معناها مفضل، يفضل. وعندك فيفوريتزم فاكرها انت اكيد من ماي فريند اللي معناها نيبوتزم اللي معناها ايه كمان؟ اللي معناها بايس، ومعناها ايه كمان؟ بريجودايس، اللي كل دول معناهم ايه؟ معناهم التحيز. طب كونسلتنت المستشار، ودايابتس السكر، مرض السكر. دونت اوبن ماي اني لينكس فروم ذيس يوزر، اوعى تفتح اي لينك يجي لك من المستخدم ده. ذي ار سنت باي، اصل هم اتبعتوا لك عن طريق هاكر، واحد هيهكر لك الكمبيوتر. اي هاف نو كلير نوت ذات كم ذات هي كوميتد ذيس كرايم سو اي كانت اريست هيم، بصراحة يا باشا ما عندناش ايه؟ واضح، ما عندناش اي كلير ايفيدنس. هتروح قايل لي مش يا مستر،
كلير دي صفة؟ اه. او ايفيدنس دليل؟ ايوه يا عم انجز ماشي، دي اسم، ايه المطلوب يعني؟ مش انت قلت لي لما يكون في صفة زي الاسم المفروض نستخدم قبلهم اه؟ هقول لك، ما قلت لك يا فالح قبل كده ان كلمة ايفيدنس دي دليل اسم لا يعد، لكن انت بتقول اه بروف دليل، وعندك برضو ان ارجيومنت، الثلاثة دول معناهم دليل او حجة او برهان، بس ايفيدنس بالذات اسم لا يعد. طب يعني معنى كده ان هو لو كان قال لي اه كنا هقول اه كلير آه بروف، ايوه كانت تبقى صح وزي الفل. You will need this pair of glasses to watch not films. انت تحتاج النضاره دي عشان تلبس، عشان تسمع الافلام الايه؟ البيبر ثين، ان الرفيعه جدا. يقول لك مثلا قطع لي اللحمه دي كده بيبر ثين، يعني خليها لي قطعه رفيعه. روبو بيرد اللي معناها الطائر الروبوت. 3 دايمنشنال اللي هي ثلاثيه الابعاد اللي هي 3 دي، يعني فيلم 3 دي. طب ليه ما ناخدش تي رينج؟ لا تي رينج ده حضرتك بتسمع مش بتشاهد صوت يعني. طيب خلصنا الوحده الاولى، الوحده الثانيه بقى سريعا كده في الخلاط. سكسسفول بيبول هو، استنى اوعى تكون لحد دلوقتي بتسمع وما عملتش لايك، يبقى انت انسان بتهزر. انت بقالك 29 دقيقه بتستمتع بالانجليزي بامانه يعني، لو انت لسه ما عملتش لايك وما اشتركتش في القناه وما فيش عندك نيه انك تعرف الناس على الفيديوهات، يبقى انت انسان بتهزر وانا مش مسامحك يا جدع، لان انا قطعت لك وقت من راحتي حضرتك. متخيل انت مدرس يقطع لك وقت من وقت من راحته في رمضان وما تحاولش تقدر؟ انت كده بتهزر وانا مش مسامحك في المجهود الجبار اللي انا عملته ده. المهم عشان ما اعيطش، successful people who achieve their goals always not their time. الناس الناجحين اللي بيحققوا اهدافهم دايما ايه؟ في وقتهم. اكيد ناس عندها اداره لوقتهم، manage their time. بمناسبه الوقت يا باشا، انت عندك مصطلح اسمه make time for، اوعى تنساه، ده معناها يخصص وقتا ليه، وده كان في الوحده اللي فاتت على فكره وانت حله معايا. When I shouted at the child، لما انا صوتت في الواد، he looked at me sadly not her lips. استنى كده، انت قلت لي والله لو كانت لبس، وانت قلت لي حاجه قبل كده اللي هي اسمها اي برو، مش فاكرهم يا مستر، فكرك يا ابني، ما دور ايه اللبس دي؟ معناها انك انت بتعمل بوت يكشر. طيب امال امتى ناخد الاي برو؟ لو قال لك فرون يكشر برضو، يبقى فرون يكشر بعينيه، لكن بوت يكشر بشفايفه. طيب فبيقول لك الواد قال لك لبس، فتاخد له بوت وتجري في الدنيا. طيب we want to encourage support and not youth، احنا محتاجين ان احنا ندعم ونشجع ونعمل ايه كمان في الشباب المتطوعين؟ بوت نكشر في وشهم، ستوب نمنعهم عشان كده غلط عليهم، ريجريت نندم، ولا بروموت يعني يدعم؟ اكيد بروموت يعني يرقيهم او يدعمهم، ما تنساش ان بروموت معناها يرقي او يدعم، ومعناها يعلن عن منتج يعني وكده، بروموت ا برودكت. تيكن باي سربرايز، قلت لك قبل كده مره لما نبدا الجمله بباست بارتيسيبل اعرف ان ده مبني المجهول وش من غير ما تفكر. تيكن باي سربرايز اي نوت ا ليتل بات سون ريكفرد، لان الموضوع كان بالنسبه لي مفاجاه، فانا ايه لدقائق ثم استعدت وعي يعني. فرون معناها كشر، اكسبتد معناها قبل، افويد معناها تجنب، وبليزد معناها اسعد، فاكيد فرون. فرون انت لما حد يعمل حاجه كده دهشه فانت بتروح مقمض على عينك كده، فهي دي. لونج ورك اورز ليف مي توتالي، ساعات العمل الطويله بتخليني بصراحه اكزوستد. اكزوستد يعني ايه؟ يعني متعب. اخت مين ديت؟ اخت تايرد بالظبط. بس توتالي بيجيب بعدها ظرف، يعني دي ظرف معقد بيجيب بعدها صفه معقده، لكن كان ممكن يقول لك فيري تايرد، وانت اكيد عارف ان فيري تايرد اخت اكزوستد. اليرت، هحكي لك حدوته كده اوعى تعديها. عندك كلمه اسمها اليرت، وعندك كده اسمها التر. الرجاله اللي بيسمعوني اللي معايا في السنتر، لو انت ما عرفتش الحاجات دي يبقى انت كده خساره فيك. الاكل اللي بتاكله المام اللي ماما بتجهزه لك خساره فيك، لو انت ما كنتش بتسبقني بالملحوظات دي اقسم بالله خساره فيك، وقابلني في السنتر عشان اقول لك ان خساره فيك في وشك، عشان انا عارف الفيرتشوال ده مش هيبقى لذيذ معاك. عندك اول حاجه كده اليرت دي اصلا معناها منتبه، ومعناها كمان تحذير، وقلنا ليها استخدام تاني بنستخدمها بمعنى سيمبتومز اللي هم الاعراض بتاعه المرض، وممكن قلنا كمان نستخدم الكلمه دي بمعنى ساينز. فممكن اقول لك اليرتس اوف كورونا، سيمبتومز اوف كورونا، وساينز اوف كورونا. طب التر دي حضرتك اخت تشينج اللي معناها يبدل او يغير، والكلمه دي اصلا احنا واخدين منها كلمه اسمها alternative. alternative دي اللي هي بتساوي مين يا تقول معايا؟ ريبليسمنت اللي هي مين؟ دول سنن لبعض اللي هم معناهم بديل ليه. طيب المهم طبعا اوير معناها واعي او منتبه، وسبيسيفيك معناها محدد. طبعا لما اشتغل ساعات طويله فما اكونش واعي خالص، ده انا بفقد وعي. هي كودنت نوت وذ ذا ستريس اوف ذا نيو جوب سو هي ليفت ات. هي ليفت ات هنا بقى في حته خربوشه ممكن تعملها لي هنا، بس انا قبل ما اقول لك الخربوشه هقول لك انا ملحوظه خربوشه كمان برضه، يلا امر الله. عندك كلمه اسمها كويت، دي معناها يغلق نافذه مثلا، او معناها يترك العمل. طب عندك كلمه اسمها كوايت كده اهو، دي معناها هادئ. وعندك كلمه اسمها كوايت كده اهو اللي اخرها اي، دي معناها الى حد ما. طيب
بص بقى، she was not sad. اخد مين في دول يا حبيب؟ عايز تعرف ان كوايت اللي معناها الى حد ما دي بنجيب بعدها صفه، فعشان كده اقول لك he was quite sad، يعني كان حزين الى حد ما. طيب ارجع تاني كده، يعني معنى كده من الهبل اللي احنا قلناه ده ان هي تركت الوظيفه، بما انها left it يبقى هنا هنقول quitted it. طيب المهم انا ما قدرتش اساير الوظيفه دي بصراحه، فرحت ماشي يعني. يبقى انا عايزك تعرف كوب ويز اخت مين؟ اخت كاتش اب ويز، اخت كوب زي ما قلنا كوب ويز، بس انا عايز اكتبهم عشان تربطهم مع بعض، او كيب اب ويز او كيب بيس ويز. لو انت ما حفظتهمش لحد دلوقتي انت بتهزر. كاتش اب ويز، طبعا في هنا ويز اكيد، كاتش اب ويز، كوب ويز، كيب اب، كلهم معاهم اب 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 صح، ما عدا كوب من غير اب. طب امتى نستخدم ويز؟ لو في بعدها مفعول، ما فيش من غير مفعول يبقى من غير ويز على طول. تيتشرز يوجوالي سفر فروم، المعلمين دايما بيعانوا من ايه؟ زي اكزيرت تو ماتش ايفورت. اقسم بالله صح فعلا، اكتر ناس مظلومه في المجتمع المعلمين دايما بيعانوا من ايه؟ لانهم بيبذلوا مجهود كبير، اكيد بيرن اوت، الارهاق. اخو مين يا استاذ ده؟ اخو الاكزوشن يا ابني، الارهاق برضه. اكسبيرينس الخبره، مش هنعاني من الخبره اكيد. ريجريت الندم، وكرييشن الخلق والابداع. اي هوب ذا دارك كلاودز، اتمنى ان السحب السوداء ذات بلوك ذا سن اللي بتحجب الشمس عننا تنقشع او تزيل او تزول، يبقى كلير اوف. طبعا قلنا قبل كده اليرت معناها منتبه، ومعناها منبه، ومعناها كمان حذر وتحذير، ومعناها اعراض. كونسيدر يفكر فيه، بعدها الفعل مضاف اي ان جي، اخت ثينك اباوت، ريمين يعني يبقى، ومعناها بقايا كاسم وفعل يعني. يور نوت از نوت ليس امبورتنت ذان فيزيكال وان، الفيزيكال عكسها المنتال اكيد. يور منتال هيلث، صحتك الذهنيه مش اقل من صحتك الجسديه. والمنتال اختها اسمها انتلكتشوال. طيب thinking it was inappropriate. inappropriate يعني غير مناسب. the captain of the team persuaded the coach to not his plan for the match. لان الكابتن ده شايف ان خطته غير مناسبه، فهو اقتنع ان هو يغيرها. يغير يعني ايه؟ يعني alter. على فكره كان ممكن ان احنا نستخدم كلمه change مكانها وتبقى جميله. my grandfather's health، صحه جدي، a lot in the fresh air، الهواء النقي عمل فيها ايه؟ اكيد حسنها، يبقى improved او got better على فكره تنفع. طيب businesses business not is an indispensable factor of success. business management إدارة الأعمال هي الشيء لا غنى عنه في المجالات العمل. طيب you don't need to finish the article today، مش لازم يا ابني تخلص التقرير دلوقتي. I suppose أنا بفترض. I assume أنا بفترض. I think أنا بعتقد أو بفترض، كلهم ينفع على فكرة. scold يعني يشتم، بتساوي تل أو يسب أو يعني يزجر، أخت تل أوف. مام توك رامي اواي، امي خدت رامي بعيدا، نوت هيم فور هيز باد بيهيفير، سلخته على سلوكه السيء. سلخته طبعا انت عارف دي امه، لو الاب كان هيقول له كده عيب ما تحرجناش قدام الناس، لكن الام اكيد ما بتتوصاش. فسكولد اخت تل اوف، وكلكم جرب اكيد. رياكت يعني رد فعل، سبوز يفترض، وكونسنتريت يركز. از ا بيسك انجريدينت اوف اتشيفينج جولز، هو عنصر اساسي في تحقيق الاهداف. فرستريشن الاحباط، اكسبيرمنت اللي هي التجربه، بيرن اوت الارهاق، ولا تايم مانجمنت اداره المال اداره الوقت. طيب رقم 16، تو انجوي نوت مينز تو بي كومفورتابل هيلثي اند هابي. تو انجوي انك تستمتع بالايه؟ معناه انك انت واد صحيح البدن ومرتاح ودنيتك حلوه. منتال هيلث الصحه الذهنيه، هو قال لك هنا ايه؟ انك تكون كومفورتابل وهيلثي. هيلثي يعني صحه، يبقى اكيد دي ما ينفعش نقول معاها منتال، منتال دي ذهني بس. ويل بينج اللي هي السلامه والسعاده. World record اللي هو الرقم القياسي العالمي. طيب working life الحياه العمليه، خد بالك بنقول working مش work life. it is a difficult situation، موقف صعب. but I am sure you will، بس انا عارف ان انت برنس وهتدير وهتدبر الامر. manage دي معناها يدير، ومعناها يتدبر الامر. upload يعني حمل حاجه من على الكمبيوتر اللي يحطها على النت. stretch يتمدد، قلنا stretch up يتمدد لاعلى، stretch down يتمدد لاسفل، وستريتش اوت ان هو يتمطع يتاوب كده ويفرد ايده. طيب كونسيدر قلناها يفكر فيه ويعتبر، وبعدها اي ان جي. زي ويل نوت هير ا نيو جوب، هم سوف اوفر يعرضون لها يقدمون لها وظيفه جديده. ام نوت فيري هانجري، انا مش جعان يا جدعان. اي هاف جاست اي ويل هاف جاست اي ويل جاست هاف، انا لست جائعا، انا سوف فقط اتناول اسناك، وجبه سريعه خفيفه يعني. ميل وجبه، ساك يعني عبي يعني، وسوكت اللي هو الفيشه. It is a personal note. Please don't interfere. لو سمحت ما تدخلش عشان ده personal affair. شؤون خاصة، شؤون داخلية خاصة بي أنا. How did she not to your offer؟ كيف هي استجابت أو كان رد فعلها؟ فرياكت.
هنا كان ممكن نستخدم كلمة ريسبوند، كيف استجابت لرد لعرضك. طبعا قلنا رياكت، لكن الترنتيف من الترناتيف يعني بديل، بوت يعني يكشر، باللبس بالشفايف، سكولد يعني يشتم او يسب من غير حرف جر. You must pay more attention to not issues because the necessity because they necessitate immediate action. لازم تهتم بالقضايا الارجنت اللي هي القضايا العاجله عشان هي محتاجه تدخل سريع. 23 she not going out in the rush hour as she can't stand the traffic jam. ما بتعرفش تتحمل ابدا الزحام المروري، عشان كده هي بتتجنب الخروج في وقت الزحام. يركز perceive يعني يتفهم، وبور يعني صب او يسكب يعني. To me بالنسبة لي مستر الحسن is not one of the ideal teachers of English. بقول لك ان بالنسبة لي ان المستر حسن ده is considered بيعتبر بيعد واحد من المدرسين النموذجيين. انا برضو مستر حسن ده بالنسبة لي كده بس انا معرفوش. To 25 I was not as I couldn't persuade him to change his mind. انا كنت ايه؟ لان ما عرفتش اقنعه بصراحة انه يغير رأيه. انا كنت frustrated محبط، ما عرفتش اخليه يغير رايه. وكلمه كاتيجورايز يعني يصنف اخت رانك واخت مين، طبعا كاتيجورايز ورانك ومين تاني يا اولاد قولوا معايا. كلاسيفاي، كويس ان افتكرتها. كلاسيفاي ذا نيو بروجكت، المشروع الجديد انكلودز بيشتمل او بيضم ذا نوت اوف 3000 جوبس، اكيد خلق 3000 وظيفه يبقى كرييشن. ذا سيفتي اوف وركرز، امن العمال هاف نوت اوفر اني ثينج ايلس، امن العمال ده شيء اولويه على اي حاجه تانية في الدنيا، يبقى بريورتي. فاكر انت بريجدس من الوحده الاولى، اخت بايس، اخت فيفورتيزم نيبوتيزم، فاكرها كانت معانا. طيب بيرسيفيرنس دي اخت ديترمينيشن، الاصرار العزيمه. زي نوت ماي فيرست تيتشر هاد اون ماي اون مي، الايه اللي المدرس سابه عليا يعني ما ينفعش يتنسي ابدا، اكيد الامباكت او الامبريشن الانطباع. سيلف كير رعايه ذاتيه، ويل بينج سعاده وسلامه جسد، بيرن اوت الارهاق، اخت اكزوستشن. تو نوت يور سيلف مينز نوت تو دو ثينجز ذات انوي اذر بيبل، ما تعملش الحاجات اللي تنرفز الناس، خليك كيوت كده، تو بيهيف يور سيلف. فروني كشر بالاي برو، كوب بيجي معاها وزع على طول، اوعى تنسى وتعمل معاها اب تبقى مصيبه، بريموت يعني يرقي. اي دونت اكسبكت هيم تو نوت ذا اوفر، ما اعتقدش ابدا ان هو يعمل ايه في العرض. والله حاجه من اثنين يا مستر، يا اما اكسبت يعني يقبل العرض، يا اما يرفض اللي هي ريفيوز، او هنقول مكانها ديكلاين اللي معناها يرفض، او هنقول مكانها تيرن داون. والله ما فيش هينفع غير كده يعني. انا ما اعتقدش ان هو يعمل في العرض. هي اولويز ثينكس كيرفولي بيفور تيكينج ديسيجن، قبل ما ياخد قرار هو بيفكر كتير، فما اعتقدش ان هو هيقبل العرض. طبعا بوت ملهاش علاقه، وبرموت وصبوز لا. اولزو هي از اوفر 90، برغم ان هو اكتر عنده سن اكتر من 90 سنه، او هي بقى شي از ستيل ان اكتف، الصلاه على النبي كده لسه نشيطه، وايه كمان فرستريت محبطه، ارجنت عاجله، ولا اليرت منتبهه، ولا اكزوست متعبه، بالصلاه على النبي كده هي زحفت دلوقتي برغم ان عندها 90 سنه، الا انها لسه في نشاطها زي ما هي الذهني والجسدي يعني. شي هاد نو انفلونس اون مي، ملهاش اي تاثير عليا، تاثير دي ناون كده من غير ما نكمل يبقى ناون، لكن دونت تراي تو انفلونس مي، ما تحاولش تاثر عليا، يبقى ده فيرب. خلصنا دي، ندخل اللي بعدها. الجزئيه دي على الفوكابلري والاستدي. زي نوت a few changes to the plan، بص يا باشا انا عندي make changes عشان هي ما ننسى نحط الا، او عندنا كمان accept a change. حلو، accept a change معناها يقبل التغيير. طب make a change يعني يعمل تغيير. الراجل صاحب البيت شال اللون الاصفر من على البيت وحط مكان اللون الاخضر، فانت كساكن you should accept a change، او you should accept the changes he has made غصب عنك. المهم يبقى احنا خدنا made few changes. The performance of the actors of the play not the audience، اداء الممثلين في المسرحيه immersed يعني ابهر. على فكره كان ممكن نقول هنا impressed يعني ابهر برضو، او stunned ادهش او ابهر، اللي كانت في القطعه لو انت فاكر في المعاصر. The family's doctor my mother's health، الدكتور بتاع الاسره monitors، حاجه كده زي نظام watches بيراقب يعني. مس يعني يفوته، ولوز يعني يضيع، وين يعني يفوز. In some cases في بعض القضايا وبعض الحالات surgeons الجراحين have to not patient bodies open، المصطلح اسمه cut open يعني يفتح بطن المريض. Don't let your young children not addicted to online games، ما تسيبش العيال يصبحون مدمنين لألعاب الكمبيوتر، يبقى become
دكتور علاء not an operation on an 80 year old man. 80 year old. دكتور علاء عمل عملية. بما انه دكتور يبقى performed او carried out او did. ادي معايا did، يبقى كده ايه and be يا باشا، احنا قلناهم في اول الفيديو. والله قلتهم من غير ما اشوفهم هم هنا ولا لا يا جدعان، يخرب بيت كده. بيرفورم بروفيسور منصور نوت هيز بي اتش دي. بي اتش دي عقبالك كده الدكتوراه، اكيد حصل عليها، يبقى اوبتيند. على فكره ممكن نقول دي، ممكن نقول عليها جوت. طيب وبعد ما ياخد الشهاده بنقول بي اتش دي هولدر، يعني حامل للشهاده. طب اوفر كام يتغلب على اخت جيت؟ اوفر واخت كمان كونكر، اكيد انت عارف الكلام ده كله وحافظ اكتر مني. كوز يسبب، بس احنا لو عايزين حرف جر بعدها بنجيب تو والمصدر. كوت يعني اصطاد او امسك، وكوت كولد معناها اصيب بالبرد. مستر اشرف نوتيسد ذات اي وازنت نوت اتنشن. اتنشن دي عايزه بي اتنشن على طول، يبقى بي اتنشن. دونت وري اباوت يور سكسس، ما تقلقش يا ابني على نجاحك. اونلي يور بيست، ابذل قصارى جهدك. فانا هقول لك دو يور بيست او تراي يور بيست، مديني تراي اخدها. توك شو ديسكشنز، البرامج بتاعت التوك شو اللي هم اللي بيكون فيها استضافه لحد وبيتكلموا مع بعض كده. هاف نوت ذا امبورتنس اوف ديفلوبينج ذا ايدوكيشنال سيستم، بقول لك ان البرامج دي دعمت اهميه تطوير التعليم، يبقى بروموتد. اي ريلي نوت بيرن اوت، اي هافنت تيكن ا بريك فور ايجز. انا بصراحه اكسبيرينس يعني اعاني من، لما اقول لك بيبل هو اكسبيرينس بريشر مثلا، الناس او الاسترس، الناس اللي بيعانوا من الاسترس، يبقى اكسبيرينس. اكسبيرينس معناها يعاني من او يواجه، ومعناها خبره. اكيد انت عارف ده كله. احنا كده في 11 12 بقى. some people have to work for two or more employers. بعض الناس بيشتغلوا عند واحد او اتنين من الامبلويرز. الناس دول اللي بيشتغلوا عند الناس التانيين بنسميهم ايه؟ employee، الموظفين. which not burn out، وده بيسبب ارهاق، يبقى causes. طب 13 I not positive about، feel positive، اشعر بايجابيه او بحماسه ناحيه معرفش ايه كده. synonym، خد بالك decision، make decision و take decision ما تنساهاش. I wonder if we could be a different could try a different approach. approach هنا اسلوب، يعني بتساوي كلمة method او ايه تاني، ما تيجي نشوف الاختيارات ممكن يكون جايب حاجة تانية. بقول لك هنا كلمة approach، cause سبب، result نتيجة، proposal يعني عرض، يبقى اكيد attitude اللي معناها ميل او اتجاه او اسلوب. I left university and immersed myself ان immersed myself، يعني اغرقت نفسي في الشيء. كلمة immerse هنا بتساوي سوك، لو معناها يغمر اللي معناها ينقع الشيء في الماء، وsubmerge معناها يغمر اللي بعد وراها ينقع في الماء. طب involve معناها يغمر اللي معناها يصبح منغمس هو شخصيا، يعني مهتم بحاجة معينة. حلو السؤال الخربوش ده يخرب بيته. طب لما اقول لك نقط beans الفول، يبقى submerge وسوك الاثنين دول مع الفول، هما الاثنين. طيب وايدك لما تولع برضو سوك وsubmerge. طيب هي implement يعني يطبق، هنا في الجمله دي بتساوي implement يطبق، يبقى carry out او apply. طب ما هي carry اهي، دي اون حضرتك، carry on يعني يستمر، اخت go on اللي معناها يستمر، مع العلم ان go on يستمر ومعناها يحدث. what's going on، ما الذي يحدث هنا. 17 انا بدات اخد يا جماعه. speaker here doesn't think that her beauty is بقول لك her beauty is artificial، جمالها ده يا عمي جمال صناعي، ميك اب بوت كده، يعني معنى كده ان الراجل شايف ان جمالها ليس natural طبيعيا، ده معناها ان هو شايف ان جمالها is man made. man made يعني من صنع البني ادمين. اي هنا في الجمله دي كلمه artificial صناعي في السياق ده بتساوي artificial صناعي، يعني بتساوي pretended اكيد. نقرأ كده I don't believe the artificial smile، لا أنا لا أؤمن بالابتسامة المصطنعة، يبقى pretended. relaxation بالنسبة لمين؟ زي success النجاح وفيلو للفشل، يبقى الارتياح والإرهاق اللي هو اسمه burn out. في burn out هنا؟ لا، في stress. طيب على فكرة كان ممكن ناخد هنا burn out، وكان ممكن ناخد كمان exhaustion الإرهاق برضو. he scolded me for making such a mistake، العكس بتاع كلمة scold، واحد شتمني التاني أثنى عليا، يبقى praised. he was promoted to general manager، تم ترقيته ليصبح مديرا عاما. كلمة promote يعني هنا في الجملة ديت عكسها، استنى، لما نرقي شخص نخليه مدير عام، عكسها تعال نشوف كده. rise يعني يرفع، يعني معناها يرتفع، وبنش يعني يعاقب، وريز يعني يرفع. ركز، دي معناها يرتفع، لكن دي معناها يرفع. طيب هو بيقول لك بقى ايه يا فندم؟ بيقول لك كلمة بروموت يعني يرقي، عكسها ديموت او فاير
أو ريموف أو ديسمس. الناس دي كلها معناها يطرد أو يترك العمل، يترك من أو يطرد من العمل، عشان ما نهبطش، عشان بدأت أتوه كده وأدروخ يعني. You need to improve your writing skill. في السياق ده كلمة improve يعني يحسن، بتساوي. خرب بيت السؤال اللي قلناه قبل كده في أول الفيديو. كلمة improve دي لها معنيين، أكتبهم تاني معلش أنا مش فاكر هما كانوا فين بالظبط، أو أنا قلتهم لكم أنتوا ولا في حصة تانية. improve معناها يحسن، معناها يتحسن. حلو، لو معناها يحسن يبقى هتساوي make better، أو بتساوي promote، أو بتساوي boost، أو كمان بتساوي كلمة enhance. حلو، طب لو معناها يا فندم يتحسن فدي هتساوي get better أو become better. حلو الكلام الجامد جدا ده. طب ما تيجي نشوف الجملة بتساوي، عشان بيحكي عن ايه، واجي لك تاني. you need to improve يجب عليك ان تحسن، يحسن يبقى انا عايز make better، promote، boost، enhance. مين فيهم في الاختيارات؟ مديني enhance اهي و get better لأ ومكان better، يبقى انا هنا خدنا رقم ايه اللي هي enhance، يبقى 22 قلنا ايه 23. his health has improved، صحته تحسن، تحسنت. ارجع كده كلمة تحسنت يبقى get better و become better. هنا get better و become better اللي هو عايز معناهم اصلا، هو عايز عكسهم، هي بتساوي become better وبتساوي get better، يبقى عكسهم يتدهور deteriorate. remove وايه زي join ينضم وleave يترك، يبقى remove يزيل وعكسها. تعال نشوف uninstall، لا دي كده بتساويها معناها يزيل. disconnect يعني يزيل او يفصل، delete يعني يحذف، بتساويها يبقى هنا انستول. طيب 25 ودي اخر جمله هحلها النهارده، عشان انا كده شكرا وصلت لدرجه من الدروشه. my father scolded me، ابويا سبني او زجرني. after shouting at my sister، this means my father، ده معناها tell off، اكيد scold يعني tell off، told me off. انا كده خلصت. عايز اقول لك قبل ما امشي يا ابن الناس الاتي. رقم واحد، احنا حاليا شغالين في كتاب ماي نيو فريند، خلصنا الوحدات من الاولى للرابعه، حاليا شغالين في الخمسه، ودول موجودين مسجلين لو حابب تنضم وتشترك فيهم. هنخلص من واحده لخمسه وانت ماشي في الفتره دي، في الشهر ده بالذات هنحل مع الوحدات، هنحل معاها مهارات وهنحل معاها قصه. كتاب ماي فريند جايب في الاخر 12 فصل قصه عليهم اسئله، هنحل الاسئله دي، وجايب جزئيه على الحاجات اللي هي القواعد الخارجيه والتراكميه، والقصه دي هتتحل برضو ضمن محتوى الشهور الجديده. لو حابب تنضم لينا في المحتوى الخاص اهلا بيك على 010 20 78 78 39. ابعت لي رساله على الواتساب او على التليجرام، خد كل التفاصيل واسال عن كل اللي نفسك فيه، وكرر لو حد عنده سؤال في اللي انا شرحته كله ممكن يكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليه. وباكد على فكره خليك كده انسان كريم، لازم تشترك في القناه، ومش هتخسر لما تعمل بلاي ليست وتاخدها تنشرها في القنوات اللي عندك وقنوات التليجرام وتعرف الناس علينا. انا اسمي مش صعب، هيثم كمان، شوف سهل ازاي وبسيط. طيب انا اتاخرت شويه في تنزيل الفيديو ده بصراحه، لان لقيت ان الاقبال محدود، وانا وعدتكم الاول ان كل ما الاقبال يزداد هنزل كل الفيديوهات بشكل مستمر. انا لقيت ناس تسمع كتير، هنزل كل يوم يوميا. بالمناسبه كمان عايز ابشركم، كتاب التسعين امتحان ده انا جبته الخاص بكتاب ماي فريند، بس ركز عشان ما الاقيش ناس كاتبه لي في الاسئله في اللي انا بقوله في الـ في الـ في الكومنتس. يعني كتاب التسعين امتحان جالي، وصلني فعلا هديه من الكتاب، من كتاب ماي فريند، فانا هحل منه نموذج على القناه علشان تشوف الكتاب. والله لو لقيت ناس كتير بتسمعه هحله معاكم برده، ما عنديش مشكله، اصل التسعين امتحان ده يتفرم في شهر. لو لقيت ناس تسمع، ما هلاقيش حد بقى كاتب لي في التعليقات تحت مستر هتحل معانا 90 كتاب 90 امتحان اجيبه، هتحله لو الناس بتسمع. السلام عليكم، لاني ما بقتش عارف اركز وعمال اهلوس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.